الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. مسؤوليه وزير وزاره الاستثمار، وطبعا وزير الاستثمار لسه ما عملش حاجه، وعلى ما يتفق بقى محافظ القاهره مع معالي وزير الاستثمار على تفاصيل البناء ومين اللي هيبني ومين اللي هيأجر، تكون شوارعنا تحولت الى دكاكين وفراشات للباعة الجائلين من تاني. وحليني بقى على ما نعرف نخرجهم من الأرصفة اللي هيحتلوها. مش ملاحظين معايا كمان ان حملات المرور اللي بدأت بعد حوادث الموت في اكتر من مكان بدأت تخف، والتعامل مع الحوادث من دول بقى خفيف، والغربال الجديد اللي كان ليه شدة خلاص الشدة دي راحت ونزلت. الحملات للأسف الشديد بقت ضعيفة، ولما الناس نسيت الحكومة كمان نسيت وطنشت. وبمناسبة الشارع اللي بقى مالوش صاحب، اللي عاوز ياخد الرصيف ياخده، واللي عاوز يمشي عكسي يمشي، واللي ماشي يرمي زبالته يرمي. انا مندهش جدا، الشارع محتاج النهاردة لشرطة متخصصة للانضباط، بس على يعني على الله ما يكونش برضو الغربال الجديد ليه شدته وبعدين تنتهي. ارجوكم بصوا على كوبري اكتوبر عشان تعرفوا ان كل شيء انتهى. الكوبري بالليل بقى كله كراسي وقعدات، بقى اصبح زي النوادي، واللي يقعد يدفع عشان يقعد على الكوبري بتاع الحكومة. فعلا احنا خلاص تعبنا وزهقنا وطهقنا، والناس كمان تعبت ومش عارفة تعمل ايه. تعالوا بقى نروح ونسمع الناس بيشتكوا من ايه وبيشتكوا من مين وبيقولوا ايه الاسبوع ده. انا بشك ظروف المعيشه بقت صعبه قوي، واستغلال المواصلات، المواصلات اهم حاجه، هي ديت اللي صعبه دلوقتي بصراحه. زحمه المصطنع، وكل واحد ماشي في الشارع حاسس اللي هو الشارع ده بتاعه لوحده. هي دي المشكله الوحيده اللي بتقابلنا واحنا رايحين الشغل وجايين من الشغل. الاسعار طبعا كلها في الارتفاع يعني على طول وكده، وما الحياه بقت يعني الحياه الحمد لله، هنقول ايه غير كده. ساكن في قريه ريفيه تبع مركز الانظار الخيريه، قرية اسمها قرنفيل، دي معدومة من على الخريطة تماما. العيش عندنا برضو مش قد كده، العيش لمؤاخذة يعني مثلا لو هترميه لأي حد ما رضاش ياكله، كل عيش بايظ، والموضوع بتاع الخبز نفسها مش مظبوطة. 5% اللي هي كان لينا من 2007 المعاشات، قال لك لا هتبدأ من يناير بس. ازاي من يناير بس؟ السراعير ازاي محدش بيسأل فيها، المعمار بالذات محدش بيسأل فيه، كله السنة عيشة تعالي اتفرج عليها، كل الناس قاعدة مش لاقية تاكل ايه. والله بنشتكي من قلة الشغل، من قلة الشغل في الشعب المصري بالذات. يعني انا دلوقتي سايب مكان، لسه سايبه دلوقتي حالا وماشي بسبب الايه؟ الفلوس. هي مش شغلتي، بس انا بقول ايه مؤقتا لغايه لما ايه؟ لغايه لما تيجي شغلانه مناسبه ليا. الشباب يعني لازم يبقى فيه عمل ولازم يشتغلوا، عندك ما فيش اي فرص عمل خالص، عشان كده الشباب تلاقي عندك اللي بيشم مثلا، واللي يروح مثلا يجيب مخدرات ويبيعها، ما فيش خالص. لازم نلاقي شغل عشان نشتغل، غير كده ما فيش اي، ما فيش حد عامل لنا مشروع حتى يشغل فيه شباب. دلوقتي معظم الشوارع الرئيسيه ما بيكونش فيها اي عسكري مرور، يعني طب هم كانوا فين؟ بيبقى فين؟ بص الايام مش سايبانا، مش سايبانا في حالنا، بتاخدنا غدر على اخوانا ويا لم اللي جرالنا. قسوه وظلم وظلم، وبتضرب الناس. هتلاقيها منين ولا منين؟ هتلاقيها من الاسعار، هتلاقيها من الخدمه الصحيه السيئه، هتلاقيها من ايه ولا من ايه؟ الناس بجد والله ربنا يكون في عون الناس.